بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي الطلاب. وفي فيديو جديد سنشرح في هذا الفيديو حل أسئلة التمارين العامة الخاصة بوحدة الإحصاء، وهي الوحدة الثانية من رياضيات الصف الحادي عشر أدبي وشرعي. ونبدأ على بركة الله بحل أسئلة التمارين العامة، ونذكر أننا قمنا بحل باقي التمارين للدروس، وسأتركها لكم في قائمة التشغيل. ستجد قائمة رياضيات الصف الحادي عشر، وسأترك رابطها في صندوق الوصف. سنبدأ على بركة الله في أسئلة اختر. اختر رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي، أي من الآتية يعتبر أداة لجمع البيانات، طبعا عديد الطالب، وهي المقابلة. من العينة الغير احتمالية فيما يأتي، وهي كرة الثلج. عزيزي الطالب، إذا كانت س متغير عشوائي وكانت ت التوقع 3س - 1 يساوي 14، فإن التوقع، طبعا عزيزي الطالب هنا سنقوم بنقل التاء بين المتغير والثابت، وبالتالي سيصبح الجواب كالتالي، سيكون هنا 3 تاء السين ناقص 1 يساوي 14. يعني انظر السؤال هنا الطرف الآخر، فستصبح 3 تاء السين. طبعا دائما انقل الثوابت الأرقام في نفس الجهة، فأربعة عشر زائد 1، ومن ثم سنقوم ب تقسيم على الطرفين على 3 حتى نحصل على التوقع. طبعا 14 زائد 1 هي 15، تقسيم 3 سيكون الجواب 5. فهو هذه هي طريقة الحل عزيزي الطالب، فيكون الجواب هو 5. هنا إذا كان احتمال أن يتخرج طالب التحق بكلية الهندسة هو 7 من 10، طبعا هذا هو ألف. فإذا التحق بهذه الكلية 3 أصدقاء، طبعا هنا نون، ما احتمال ألا يتخرج أحد، أي سين تساوي 0، سين تساوي 0، فبالتالي الجواب سيكون كالتالي، سيكون لام 0 لثلاثة، لأنه 3 أصدقاء لم ينجح أحد، 0. الاحتمال كان 7 من 10 ضرب 1، طبعا نحن نتعامل على قانون نظرية ذو الحدين، 1 - 7 من 10، وهنا طبعا أس 0، وهنا أس 3 - 0، طبعا هنا 1. طبعا تستطيع أن تستخدم الآلة الحاسبة وهي 3 شيفت تقسيم 0، وأي شيء أس 0 - 1، ويتبقى هنا 3 من 10، أس 3 سيكون 27 من 1000، فبالتالي الجواب سيكون 27 من 1000 عزيزي الطالب، هو الجواب ألف. السؤال 5، اختيار مجموعة من الطلبة المشتركين في أعمال فنية لمعرفة مشاكلتهم. طبعا هنا حدد الفئة، طالما أنه حدد الفئة فبالتالي هي قصدية. هنا إذا كان س متغير عشوائي يمثل عدد الوجبات الذي يتناولها أحد النزلاء، طبعا عدد الوجبات هنا 1، وجبة فطور ووجبة غداء ووجبة عشاء. ما المتغير عشوائي؟ طبعا إما أن لا يتناول أي وجبة، أو يتناول وجبة واحدة، أو وجبتين، أو 3 وجبات، فتكون الجواب د. في تجربة ذات حدين إذا كانت نون، معطيني نون 5 وألف 2 من 10 وسين هو 3 من 10 مع قيمة لام سين. طبعا عزيزي الطالب لام السين للثلاثة، طبعا 5 لـ3 لأنه النون 5 والسين 3. طبعا هنا عزيزي الطالب ستكون الأس هو عبارة عن 3، وهنا 5 - 3، طبعا فبالتالي عزيزي الطالب بعد أن تقوم بحلها بالآلة الحاسبة 5 شيفت تقسيم 3، وهنا بحل، سيكون الجواب الذي سيكون عندك وهو جيم. في تجربة ذات حدين، ما المقصود باحتمال الحصول على 4 نجاحات على الأقل؟ طبعا
طبعا عزيز الطالب عندما يكون على الأقل ستأخذ أكبر أو يساوي، فهي سيكون الجواب دال. الآن سنبدأ بحل الأسئلة الحسابية. السؤال الثاني يراد اختيار عينة عدد أفرادها 60 طالب من المدرسة بها 300 طالب مكونة حسب العدد. طبعا يريد منك طريقة اختيار العينة. طبعا الطبقات الموجودة لديك 11 120 طالب، أدبي أو ريادة 120، وعلمي 60. في البداية عزيز الطالب حجم العينة هنا هو 60، المجتمع هو هنا عزيزي الطالب 300. في البداية القانون الذي سنستخدمه، وبالنسبة لعدد الأفراد لابد هنا تضع حجم العينة أو آسف حجم الطبقة التي تريد أن تأتي بنسبتها من العينة على المجتمع، كم عدد المجتمع، ومن ثم عزيزي الطالب ستضربها في الحجم، فبالتالي هنا سيكون العينة مثلا في الريادة في الجزئية الأولى ستكون 120، آسف، وأيضا الأدبي يعني فرع الأدبي 120، وفي الريادة أيضا 120، فبالتالي هنا 120 على 300 ضرب 60 وهو حجم العينة، ضرب ستطبع 24، وبالمثل في الريادة. أما في العلمي فيكون 60، لأن هنا العدد الطبقة 60 على 300 ضرب 60 سيكون 12 طالبا. طبعا هنا عزيز الطالب بما أنه سنجمع للتأكد، لو كان الجواب 60 حجم سيكون جوابك صحيح. طبعا ستقوم مثلا في الأدبي ستعطي أرقام 320 وتستخدم طريقة القرعة لاختيار 24 طالب المثل في باقي الفروع. سؤال 3، يطلق أحد المستوطنين النار على السيارة المارة في أحد الطرق، فإذا كان احتمال إصابتها للسيارة هو 17، طبعا هنا ألف، هذه قيمة ألف، وأطلق 10 على 10 سيارات هذا نون، طبعا التوقع سيكون نون ضرب ألف، فبالتالي سيكون 10 ضرب 17 7 من 10 تكون 7 سيارات. إذا كان عدد الطلبة الملتزمين بحل واجباتهم البيئية في آسف البيتية في أحد الصفوف هو 18 طالب، غير ملتزمين هو 12 طالب، تم اختيار 5 طلاب عشوائيا، ما احتمال أن يكون واحد منهم على الأكثر من الملتزمين بحل واجباته؟ طبعا عزيزي الطالب هنا بما انه كان على الاقل لك على الاكثر سيكون اما طبعا على الاقل من واحد، فبالتالي سيكون الاحتمال الصفر واحتمال الواحد. طبعا بما انه هنا قال 5 هنا نون 5 طلاب، وبالتالي هنا 5 على 0 الاحتمال 16. كيف 16؟ طبعا عدد الطلبة هو 18 ملتزمين وغير ملتزمين 12، فبيكون من أجل أن نأتي بقيمة ألف سنقوم ب هو يريد من؟ يريد الملتزمين، عددهم 18 من العدد الكلي وهو كان 30، من أين أتينا بال 30 وهو مجموع 18 زائد 12 فيكون الاحتمال هو 6 من 10. إذا هكذا قمت بإيجاد ألف، طبعا هنا 1 ناقص ألف وهو 6 من 10 بحسب القانون، وهنا بالمثل في 4 من 10. طبعا هنا 5 صفر 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 هنا سين وهو طبعا قيمة سيكون أس، وهنا 5 ناقص صفر وبالتالي سنوجدها بالآلة الحاسبة. طبعا هنا الأرقام مقربة عزيزي الطالب، يعني عندما تأتي بالآلة الحاسبة ستأتي ستقرب لأقرب الرقمين العشريين، وهنا نفس الأمر 5 إلى 1 طبعا 1، وهنا 5 ناقص 1 سيكون 4، وأيضا أرقام مقربة سيكون الجواب ب 9 من 100. مصنع للأقمشة فيه 1500 عامل، أراد إدارة المصنع أن تعرف رأي العمال في طرق تحسين بيئة العمل، فقررت استخدام عين حجمها 150، ما المسافة الثابتة؟ طبعا المسافة الثابتة ستقوم بتقسيم المجتمع ككل 1500 على حجم العينة، فبالتالي سيصبح المسافة الثابتة 10، كان أول رقم 6، فما احتمال باقي الأرقام؟ الأرقام أول طبعا أول 5 1 ستكون هنا عبارة عن 6 الرقم الأول، ثم ستجمع مع المسافة الثابتة، يعني 6 زائد 10 سيكون 16، الرقم الثالث 16 زائد
10 26 26 زائد 10 36 زائد 10 46 هو رقم العامل الخامس. هكذا عزيزي الطالب نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. لا تنسوا أن تدعمونا، شكرا لكم وعلى دعمكم. لا تنسوا أن تشتركوا بالقناة وأن تنشروا هذه الفيديوهات بين أصدقائكم، وانتظروا فيديوهات المراجعة النهائية.